بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة. بنجدد معاكم العروض يا جماعة النهاردة من أسواق المزرعة. معنا مجموعة عروض إن شاء الله تنال إعجابكم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على النبي. دول حبل جديان يا جماعة 21 راس، دول حبل جديان 21 راس، فيهم اللي هو سكة اللحم والذبح يا جماعة، هم كلهم يتذبحوا، أقل حاجة فيهم تتذبح 5 كيلو يا جماعة، ما عدا باستثناء ده يتكمل شوية، بالصلاة على النبي تبارك الله الله أكبر، دول 21 راس، سكة اللحم يا جماعة 7-8 كيلو، جديان بلدي، جديان خلايط شامي، جديان خلايط زرباوي، تشكيلة حلوة كده بالصلاة على النبي زي ما أنتم شايفين، أهم صلاة النبي تبارك الله، فيهم حياة يا جماعة يعني سكة اللحم مثلا 8-9 كيلو. زي ما انتم شايفين كده صلاة النبي تبارك الله الله اكبر 9 كيلو ان شاء الله يا جماعة، يعني ايه ثابتة فيه، يعني ان شاء الله الزيادة بتاعتك جدي ده كمان تبارك الله زي ما انتم شايفين اهو صلاة النبي. فيهم مجموعة يا جماعة يعني كبار لحم، المجموعة دي والله يا جماعة تبارك الله، والنهاردة كمان بأرخص سعر، النهاردة راجعين لك بأقل سعر يا جماعة، الصلاة على النبي تبارك الله. أقل جدي فيهم يا جماعة، أقل جدي يعني مش هينزل عن 2000، اقل جدي. الكبير بقى يعني زي ما انت شايف اهو في حاجات يعني تخش في ال 28 وال 29 فيهم، يعني اللي بعدين يا جماعه احنا بنفكر فيك زي ما قلنا لك، اللي بعدين ان شاء الله في لقمه عيش لي حلوه قوي بالصلاه على النبي تبارك الله. واحنا الشروه الرخيصه دي رزقكم، واحنا بنتشطر يا جماعه ان احنا نجيبها لك، وده رزقكم في الاول وفي الاخر بالصلاه على النبي تبارك الله. حاجات خلايط حياة بلدي معظمهم يا جماعة تبارك الله، عايز تكملهم يا باشا يتكملوا، عايز تدبح فيهم على كده قلت لك كلهم يتدبحوا باستثناء اللي هو أقل واحد فيهم ده يعني يتكمل شوية أهم صلاة النبي، لكن العشرين بقى الباقيين كلهم سكة سكينة ماشي أهم صلاة النبي تبارك الله ما شاء الله الله أكبر يا جماعة. النهاردة أسواق المزرعة والبيع والشراء بالعرق، رقمنا 010-15-420-713 يا جماعة، رقمنا 010-15-420-713 ده العرض الأولاني يا جماعة. العرض ده عليه فلوس الشراء بتاعته، والبيع والشراء فيه بالعرق. بكام دول أبو حميد؟ دول حلالهم يا جماعة، والله وكيلك في جنيه، دول ب 44400 جنيه. بكام أبو حميد؟ ب 44400 جنيه، ضربهم في ال 21 حتة اللي زي كده يا جماعة. في حاجة زي كده يا جماعة والله كمان تعدي 29، في حاجات 29 على طول بالصلاة على النبي. لكن احنا يا جماعة البيع الرخيصة دي بتاعتك انت، رزقك وحلالك يا جماعة، احنا ما لينا غير العرق فيه واحنا تحت امركم. دول 21 جدي ب 44400 جنيه، هتضربهم يا باشا جديهم ب 2100 جنيه، يعني شايف ده كله ده او ب 29 و3000 ده واقع معاك ب 2100 جنيه، شايف الحياة الحلوة دي؟ شايف ده طيب؟ بص عيد عليهم واحد واحد، اللي هتفلتوا منه اللي هتفلتوا، هتبيعه رخيص هتبيعه ب 24، اللي هتبيعه رخيص، بس دي الحمد لله مجهودنا احنا في الشراء ان احنا نشتريها رخيصة ليك انت اهم صلاة النبي تبارك الله. حبل جديان يا جماعة 21 راس، بلدي وخلايط شامي وخلايط بلدي وخلايط زرابي زي ما انتم شايفين، مجموعة تبارك الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. هم يا جماعة دول حلالهم، والبيع والشراء فيهم بالعرق ب 44400 جنيه صلاة النبي تبارك الله. اللي محتاجهم في أي مكان احنا نودهم له بالصلاة على النبي تبارك الله. طريقة التعامل يا جماعة، الناس اللي متعاملة معانا عرفانا والحمد لله والدنيا تمام، مع الناس الجديدة اللي داخلة جديد طريقة التعامل يا جماعة، بتبيعت نص المبلغ ونص تاني تستلموا العربية، واحنا تحت امرك يا باشا في اي حاجة. يا اما الاحسن من ده كله انك انت تنزل يا باشا وتاي وتنورني وعلى راسي، تاخذ واجبك وتشوف عرضك وانا تحت امرك في اي حاجة. اهم صلاة النبي تبارك الله، نخش على العرض الثاني بالصلاة على النبي. بالصلاة على حضرة النبي، وده العرض الثاني يا جماعة، معايا تفاحاية تحتيها ذكر وانتاية، بالصلاة على النبي تبارك الله. اتفرجوا على الحلاوة، اتفرجوا على الزق. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الله أكبر يا عم، الله أكبر ما شاء الله تبارك الله.
صلاة النبي تبارك الله، الحنان من عند الله يا جماعة، ما شاء الله تبارك الله. دي نعية يا جماعة، الصلاة على النبي تبارك الله، نعية الجمعاوي يا جماعة، الحياة العالية، الحياة الخشنة. بصوا على جرامة النعية ازاي، بصوا على خشمها، افتح لي سنها معلم. الصلاة على النبي تبارك الله، الله أكبر عليك يا بحيري. الصلاة على النبي، سنة يا جماعة، سنة يا جماعة، اللهم صل على النبي. اه زي ما انت شايف تبارك الله ما شاء الله، نعية يا جماعة في البيت تقعد معاك، في المرعى تسرح معاك، في أي مكان هتحطها فيها تمشي معاك. وادي الحنان من عند الله يا جماعة، اللهم صل على النبي تبارك الله، الله أكبر. اه تفرج عليها لحد يقول لك مثلا مش عيالها ولا حاجة. اه صلاة النبي تبارك الله، الحنان من عند الله ده. نعية يرمى يا جماعة، الله أكبر ما شاء الله عليها بصراحة. بص الطرف بتاعها، شايفين الضرع يا جماعة، اللهم صل على النبي تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بقرة، بقرة هولشتاين يا جماعة، خدهم ومشيهم يا معلم، خلي ايوه اهي يا جماعة، شايفين شايفين الهداوة. ادي الحنان بتاع الام، صلاة النبي تبارك الله. حد يقول لك مش عيالة ولا حاجة، حظ الله، ما عايزين غير بالحلال احنا يا جماعة. صلاة النبي تبارك الله. النهارده يا جماعة العرض ده بعرقه يا جماعة، دي بعرقها، دي النهارده مش ب 15 ولا ب 16، دي ب 13500 جنيه. دي يا جماعة ب 13500 جنيه. محتاج يا باشا في أي مكان 010 15 420 713. ده العرض الثاني معايا، ونخش على العرض الثالث بالصلاة على حضرة النبي. شايفين الجمال؟ والله يا جماعة نعية كد البقرة، اللهم صل على النبي. الله يحمي المال يا رب، الله يحمي المال ويحفظ المال لأصحابه ويبارك لصاحب النصيب. اهي يا جماعة ببلاش النهاردة ب 13500 جنيه، ولا ب 15 ولا ب 16 ولا الأسعار اللي أنت بتسمعها دي خالص. اهي صلاة النبي تبارك الله. عيالها بعد شهرين ثلاثة بال 13500، وهي وقعت عليك ببلاش. اللهم صل على النبي تبارك الله، ربنا يبارك في المال ويبارك لأصحاب المال يا رب. بالصلاة على حضرة النبي، وده العرض الثالث معايا يا جماعة، ما شاء الله تبارك الله. معاك إيه يا أبو حميد؟ معايا خروفين ورميسة يا جماعة، اللهم صل على النبي. أهو خروفين ورميسة، بالصلاة على النبي تبارك الله، حاجة حلوة يا جماعة. بص على طرفة البهايم، آدي طرف الخروف، اللهم صل على النبي. وادي العب بتاعه والمدة يا جماعة، حاجة تبارك الله. وادي الخروف الثاني، مشيهم كده معلم، صلاة النبي تبارك الله. الخروف ده جاهز للذبحة يا جماعة، لو حد عايزه يذبحه ولا حاجة، صلاة النبي ده جاهز، عايز تكمله كمله. ودي أخته، هما الاثنين دول يا جماعة إخوات، الاثنين دول إخوات، الخروف والرميسة ده. الخروف ده لسه قال عجوز جديد يا جماعة، الخروف ده لسه قال عجوز جديد، ودي الخروف ده لباني، والرميسة أخته دي لبنية لسه ما كسرتش، مفللة يعني. أهم صلاة النبي تبارك الله، الله أكبر. مال طيب ومال خفيف يا جماعة، وعرض جميل وحلو وخفيف وعلى كد اليد. والنهارده البيع والشراء فيه بالعرق، بكام دول يا ابو حميد؟ دول يا جماعه مش ب 20 ولا ب 18، دول حلالهم 17700 جنيه، ده الحلال والبيع والشراء فيهم بعرقهم يا جماعه. رقمنا 010 15 420 713، ده العرض الرابع، عرض جميل، عرض خفيف، ممكن توقفهم لغايه الضحيه، ممكن برضو تذبح الخروف والرميسه دي، معك عقيقه، ممكن تذبح الخروف وتخلي الخروف والرميسه، ليهم كذا فكره يعني، وليهم كذا مشروع يعني. ايه لو حتى عايز تعمل لك مشروع خفيف على كد اليد، النهارده القرش بتصرف يا جماعه، دول بيحفظوا ثمنهم اقل حاجه يعني، حتى لو حفظوا ثمنهم برضو حلو، حلوين. بالصلاه على النبي تبارك الله، اهم اتفرج عليهم كويس، مفيش حاجه فيهم بديل، كلهم بطروفه وطروفتهم حلوه وخفيف، ب 17700 جنيه ده حلالهم، والبيع والشراء فيهم بالعرق. رقمنا 010 15 420 713، 010 15 420 713. عرض ممتاز يا جماعة، والله عرض ممتاز ورخيص، رخيص رخيص ما شاء الله تبارك الله يعني. فيهم الخروف والرميسة دول، لو عايز تذبحهم يذبحوا والله. صلاة النبي تبارك الله ما شاء الله، ده العرض الثالث، ونخش في العرض الرابع بالصلاة على حضرة النبي. بالصلاة على حضرة النبي، وده العرض الرابع معايا يا جماعة. معاك ايه؟ معايا خروفين يا جماعة، بالصلاة على النبي، خروفين رحمن حلوين اهم ما شاء الله تبارك الله. بالصلاة على حضرة النبي، النهاردة يا جماعة برضو دول سعرهم حنين ما شاء الله، عايز تكملهم كملهم، عايز تخليهم تذبحهم برضو يمشوا سكة سكينة يا جماعة يعني. الواحد فيه حسبة 14
15 يعني من 13 ل 15 كيلو في اللحمه انا شايفهم، يعني فيهم واحد كسر يوز وفيهم واحد لباني، هم الاثنين دول اخوات يا جماعه على فكره، الاثنين دول اخوات هم صلاه النبي تبارك الله، دول عليهم فلوس يا جماعه والبيع والشراء فيهم بالعرق دول ب 10700 جنيه ولا ب 12 ولا ب 13 ولا ب 14، دول حلالهم 10700 جنيه هم صلاه النبي تبارك الله. النهارده يا جماعه مش بفلوس والله العظيم، الخروف الاحمر ده لوحده يعني سواله بتاع 6.5 لو ما جابش اهم صلاه النبي تبارك الله، الاثنين على بعض يا جماعه ب 10700 جنيه. اللهم صل على النبي تبارك الله. عايز تكملهم كملهم يا باشا، النهارده راجعين لك بشويه عروض خفاف ان شاء الله ينالوا اعجابك ما شاء الله تبارك الله، من اسواق المزرعه البيع والشراء فيها بالعرق يا جماعه. اللهم صل على النبي. اه ده عرض خفيف وعرض جميل، لو حد محتاجهم في اي مكان احنا تحت امره. اهم صلاه النبي تبارك الله. رقمنا 010 15 420 713، ده العرض الرابع، ونخش على العرض الخامس بالصلاه على النبي. بالصلاه على حضره النبي، وده العرض الخامس معايا النهارده والاخير يا جماعه، معايا تشكيله ماعز حلوه بسم الله ما شاء الله تبارك الله، معايا شويه اصناف ومعايا شويه بلدي ما شاء الله. دي خليط زرابي من العالي الحياه الحلوه، دي عشره يا جماعه بالصلاة على النبي، ودي ببيعها فيها على الفاضي تمام يا جماعه، دي عشر ودي على الفاضي، والاثنين الخضر دول عشاير، ومعايا السودة دي فيها شويه لبن وتحتها ذكر معزه والده يعني، ومعايا المعزه دي لبن برضو يا جماعه فيها شويه لبن اهم، تشكيله كده بالصلاة على النبي تبارك الله. كام حته دول؟ سبع حتت. بكام فلوسهم ابو حميد عشان ما نطولش عليكم؟ السبعه دول يا جماعه السبعه بكام دول؟ ب 14950 ده حلالهم، والبيع والشراء فيهم بالعرق، دول حلالهم 14950 جنيه ده حلالهم يا جماعه، وبيعهم بالعرق بالصلاه على النبي تبارك الله. فيهم معزتين يا جماعه لوحديهم زي ما انتم تشوفوا، قدروهم بكامل المعزه دي والمعزه دي، ومعايا السخلتين دول عشاير اهم. تعال افتح لي كده السن كله معلم بسم الله ما شاء الله تبارك الله، تشكيله خفيفه وحلوه لو فوق البيت يا باشا، عايز لك جدي ليهم يجيبوا لك جدي. والصلاة على النبي، دي معاها دي كسرة ست سنات تمام، اللي هي اللبن دي يا جماعة كسرة ست سنات، دي أول واحدة فيهم، معزة بلدية حلوة طويلة جرمة، ودي أم الذكر. والصلاة على النبي، أهي قافلة على الأول السن يا جماعة، أهو قافلة على الأول تمام، افتح لي كده المبرقة دي ما شاء الله تبارك الله، دي عنزة حلوة وجرمة يا جماعة، معاها فرادي أهي، فراديها لسه ما خضرتش ولا ستة دي، لا ستة يا جماعة، أهي فردة اللبن لسه قاعدة أهي موجودة. الصلاة على النبي، معزة حلوة اللي هي الضبعي، حي تبارك الله ضبعي في زرابي هي يعني، ودي الزرابي يا جماعة وريني نفتح كده خالص. بالصلاة على النبي تبارك الله، لف كده لف شوية هناك، اه صلاة النبي فرديها بتعدل اهي يا جماعة، فرديها بتعدل. الصلاة على النبي تبارك الله، ايه دي عشر يا جماعة، والاثنين الخضر عشر، دي عشر والخضرة الثانية دي عشر، افتح لي كده سن العشر دولة. بالصلاة على النبي تبارك الله، دي يا جماعة كسرة ست سنات، ست سنات أنا فيش غير فيهم واحدة يا جماعة اللي قافلة اللي هي أم الذكر، وافتح لي الخضرة الثانية كده، دي كسرة أربع سنات جداد هم يا جماعة تمام. بالصلاة على النبي تبارك الله، عرض حلو وعرض جميل يا جماعة، عرض خفيف ما شاء الله، شوف محاليب المعزة دي أهي صلاة النبي، معزة زقاية وراها الذكر الحلو ده، بالصلاة على النبي عليهم، حاجة حلوة وحاجة خفيفة. والنهاردة يا جماعة حتتهم يعني فيهم معزة يا جماعة والله يعني يخلص بثلاثة يعني، دي لوحديها والله بثلاثة آلاف يا جماعة، دي لوحديها بثلاثة آلاف الضبع دي، المعزة دي ليها كذا سكة يا جماعة، فيها لحم وفيها إن هي تخليها تعشر، ليها كذا سكة يعني، يعني في اللحم يجيبهم الثلاثة آلاف، تاي أحسن من 10 كيلو. بالصلاة على النبي تبارك الله، أهم مجموعة خفيفة وحلوة، والنهاردة حتتهم في قلب بعضيهم مضرب عليك 2000 وكسور. كلهم دول يا جماعه ب 14950، لو لازمك العرض رقمنا 010 15 420 713، ده العرض الخامس والاخير، نستكفى بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.